رند حبيبتي لا تجيبي سيره شي العمار عن الحكي اللي قلت لك اياه مشان الوزاره. انت بس قولي له خليه يجيني عندي يشرب فنجان قهوه. ايه حكيني. باي حبيبي باي. قديش حلوة هالشيبة قديش حلوة هالشيبة بتنقط حسن وهيبة بتنقط حسن وهيبة. أهلين إيه هيك حلوت القعدة. كيفك يا عم ديب؟ مالك مشوي بهالتياب؟ شو بالظاهر ابو حسام ما عم بيشتري لكم كسوه؟ اكلها ابو حسام؟ لا بابا لا ما تخاف هذا كاوتشوك ما بيكسر. يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تفضلي تفضلي مدام. تفضل ارتاح. شو هالدار هي؟ كيف اجا من قلبكم تتركوا الختياريه بهالشكل هاد؟ خير ان شاء الله. كلهم تيابهم وسخه وحالتهم حاله، بعدين ديب بعز دين الصيفيه لابس لي قميص صوف مهري ورجليه حافيه. يا ست فدوى، انا لكلهم اشتريت لهم رمضان الماضي صوابيط، يبدو هذا رجله عريضه وما بتحمل لبس البوط. رجليه ضيقه عريضه بتجيب له بوط على قد رجليه. حاضر حاضر. على كل حال بكره حنبلش حملة مشتريات للدار، برادات وخسالات وتياب طبعا. على فكرة أنا وصيت على الطباخ أول ما يوصل لعندي رح جيبه لعندي مشان تشوفيه وتفحصيه، وأنا هلا رح بلش كنانة وزلفة ينزلوا معي على السوق. حاضر. حبيبي طولت بالك كتير، بقيان شوي. ايه سخن الاكل لا تاكله بارد بعرفك. يلا باي حبيبي باي. تفضل. الله يعطيك العافية. زبون جديد فاروق افندي. الله يعافيك. اهلا وسهلا شرفت عم. سامع فاروق افندي شرفت. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين عم. تفضلوا ارتاحوا. ولا لكم شو رايكم تنزلوا لتحت تتغدوا بعدين بنظبط امور العم فاروق. شكرا. تفضل على الغدا. شفت شلون لولا ما جبناك لهون وين كنت راح تتغدى هلا؟ شايف. تفضل يعطيك العافيه. اهلين اهلين. فدوى اشتقت لك كثير. صار في عندي شعور انك دائما مسافره لبعيد. وانا كمان اشتقت لك وحاسه فيك حبيبي. اذا بدك انا بترك الشغل فورا. لا حبيبتي انا ما عم حاول اشتكي، انا عم بعبر لك بس عن احاسيسي بهالفتره. حبيبي وانا كمان مشاعرك بتهمني. هلا انا اكيد ما بكون سعيده اذا فشلت، بس كمان ما بقدر اكون سعيده اذا كنت عم سبب لك اي ازعاج او نكد. فدوى انا ما بقدر اتخيل حياتي بدونك ابدا ولا بشكل. رياض حبيبي دير بالك هذا الكلام دليل الكبر. بجوز. شو رايك نروح نسهر؟ نعم ايه منروح منسهر. فدوى عم تحكي جد؟ انت اليوم شغله 12 ساعه مالك تعبانه؟ بالعكس هلا السهر بينشطني اكثر. يلا قوم. معقول؟ ايه معقول. هاي فحوصات اوليه. انا بدي اعرف اذا في حدا عنده اعراض ممكن تتطور لا سمح الله في المستقبل. خير في شيء يا عم دكتور؟ في شيخوخه. ليش الشيخوخه مرض؟ في امراض شيخوخه بس ممكن الواحد يقضي فتره شيخوخه مرتاح نسبيا. بدون امراض؟ نوب طبعا لا. لو عندك شباب بمرضوا والأطفال بمرضوا. مزبوط. طيب دكتور أنت كيف لقيت لنا الوضع بشكل عام هون عنا بالدار؟ والله بشكل عام الختارة تبعكم حالتهم منيحة. طبعا هذا كلام أولي، بدهم فحص عيون وشوية تحاليل خاصة للسكر. طبعا هذا كله الأسبوع الجاي. بس في عندكم واحد شو اسمه محمد فاروق الدبليس، بتمنى تجيبوا لي على المشفى سريعا، لازم أعمل له صورة للصدر.
هو هذا مقيم جديد امبارح اجى لعنا على الدار. خير دكتور في شيء؟ والله صدره ما كثير منيح، بتمنى انا بكره يمر لعندي على المشفى. انا هني. بتعرفي ست هاني، من بعد الله سبحانه وتعالى ما بقي لي حدا غيركم. طمني بالك ست نجلة، ان شاء الله بصير خير. ست فدوى، حضرتك قال شقلبتي دار الأمان فوقاني تحتاني وعملتي فيها ثورة. لا شقلبت ولا عملت ثورة. لا عزيزتي، قصدي إنك عملتيها جنة. يا ست هاني، هذا اللي مخبره هيك مبالغ كتير. عزيزتي فدوى لا تتواضعي، أنا إيماني بإمكانيات المرأة كبير كتير، وأنا واثقة إنك حتنفضي الدار نفضة ما بيقدر لها أي رجال. يا ستي على كل حال شكرا للثقة. إيه؟ أبدا، هذا واجبنا. نحن لازم نتطلع على بعضنا ونقدر جهود بعضنا البعض. ليكي، نحن جمعيتنا بدون أي مبالغة أحسن جمعية بالبلد. صحيح نحن ما عندنا مأوى وما بنقدر نقوي الناس، بتعرفي المقر تبعنا كتير صغير، بس نحن بنقدم مساعدات كتيرة على العائلات مستورة. الله يخلي لنا إياك ويعطيك العافية. الله يعافيكي. هيك يا ست فدوى، لازم نشد على إيدين بعضنا البعض. طبعا طبعا، أنا عم بنتظر لحتى نكفي تحسينات الدار، بعدين بدي أتصل بكل الجمعيات بعرف شو إمكانياتهم وبخبرهم عن إمكانياتنا. حبيبتي في كل الإمكانيات، نحن بتجينا مساعدات عينية ونقدية من التجار وغير التجار كمان، وممكن نصير نحسب حساب دار الأمان، بس أنا بدي منك خدمة. تفضلي. حبيبتي عندي هون سيدة فاضلة ضلت تتبرع للجمعية لمدة 20 سنة بمبالغ محترمة، وبتعرفي الزمان ما قالوا أمان، وهلأ هي ما قالها حدا. بس يا ست هاني، أنا بالوقت الحاضر ما عندي جناح للنساء. كيف هيك؟ قالوا بالوزارة الدار للنساء والرجال. نظريا مزبوط، بس حاليا من 10 سنين ما فتح جناح للنساء. شلون؟ من كم يوم توفت عندك سيدة؟ بلا صحيح، بس هي كانت مقطوعة ما لها غير أخوها. ست فدوى والست نجلة اللي رح جيب لك ياها كمان ما قالها حدا. على كل حال التفاهم بالتليفون صعب، وأنا حابة أتعرف على هالوش الحلو. يلا باي. يا ساتر، قدامنا حفلة مرتبة. حفلة شو؟ بكرة بتشوفيها بعينك. ألو، أهلين. يا هلا. أهلين أستاذ عمار، إيه تكرم عينك موجودة. ألو، أهلين، وينك أنت؟ زعلت من ملاحظتي ما هي؟ لكن هلا؟ لا بس طيب طيب دقيقة شوي بس. معلي اطلع شي ساعتين. يا ستي روحي ولا ترجعي اليوم. اي ماشي. وين؟ وين؟ ما بعرفه كمان، ما بعرفه. لا لا خلص بسأل. خلص ماشي اوكي، باي باي. شكرا كثير. يلا روحي، لا تخليه ينطر كثير.